طويلة ليل اليوم ونحن ما نخضع الرأس. أنا شنو ذنبي؟ أنت هلا بنظري إنسانة ميتة. أهم شيء كل نهاية شهر يطب مثل هالراتب في حسابي وبس. خل طموحك أكبر من كذي يا ريان. على أساس أنك بتحبيني ما تقدرش تستغنى عني. أكيد ما راح تقبل نرجع لبعض. لو كنت بتحبيني كنت حاولت ترجعني. أكيد أنا آخر واحد بالدنيا ممكن تطلع فيه أو تحكي معه. إيش رأيك طال عمرك أنقلك من عند سهام وأجيبك عندي؟ ملك هسه فينا كذي. تدري أنا ما أقدر أعيش بغيرك. ما بتحميله؟ مش لما يحن هو الأول؟ أنت لو سمعت الكلام اللي تقوله عنك كانت منت أنها ما توقف. إيه أحبك. إيه نسيته بس بعدها فيني حرقة منها. كذاب. هلاك شفيت. كذاب وألف كذاب. أنت بعدك ما نسيتها. أنت طول المدة اللي فاتت كنت تكذب علي. ولا أنا شان شفتش ما حد بالقلب. إذا علي أنا ما تفرق وياي، لأنك لو شفتي حبيبة قلب الجديدة كنت في نفسك من الحياة. ليش ما نقرب أحمد بن نوف؟ أحمد؟ إيه أحمد، أنا أحس ملاقين على بعض. أنا عارفة شنو معنى الطلعة هذه وعارفة ليش ريم سوت العزيمة هذه، بس تبي الصراحة أنا ما أحب أتزوج بهالطريقة، ولو بختار ما بختار واحد مثل أحمد، مو قصدي لأنه مو زين. خلاص بعدين كمل ريميت. ها صار ما لقيته. هادق عليه دوره. تبغى تصل فيه أنا؟ لا لا أوكي عندك. ألو أحمد أنت وين؟ أنا آسفة أني بدخلك في موضوع ما لك شغل فيه، بس بما أنك صديق مشترك مضطر أني أدخلك. عفوا يا دكتورة، أنت فضلت علينا. استغفر الله. هي بس تتبين أقول له أباك تفهمه اللي هو مبطايع يفهمه مني أنا. يا حي الله مني أنا. الله يحييك. Thank you. Welcome. تفضل حبيبتي. مشكورة دام فضلك. أنا بصراحة وايد يعني ما أدري شو أقول لك، ما أدري اللي يخلي أحمد يمشي ويتركنا. مو مهم،
أهم شيء نتعرفنا على بعض وطلعنا طلعة حلوة بعض. المرة الجاية إن شاء الله تطلع معنا، بس حب منه موبايل عشان ما يرد عليه. إن شاء الله. أقولك، شفتي نفس خالد اليوم؟ إيه وايد حلو. أنت تختاري له ثيابه؟ لا بالعكس، هو يختار ثيابي أنا. معقولة؟ إيه، أصلا المخرج دائما عنده وجهة نظر ثانية بكل المواضيع. تخيل إنه بأمريكا يدرس مادة خاصة بس بفن الجمال. ما شاء الله، مرة ثانية أبغي هو يختار لي ثيابي. يا ضماء. إذا ناوي تروح أبفهم وين أروح، تخليني عايش بعدك بلا مجروح، وإذا أني مشيت وإذا غيري لقيت، منو غيرك أنا بلقى يا روح روح. السلام عليكم. عبو ليش ما ترد السلام؟ أنت كيف تيجي بدون ما تتصل؟ أنا كل يوم أجيك بدون ما أتصل، اسمعني شو صار جديد يعني؟ على الوجه، تعال. عبد الله، أنت روح الحين بتصل له بعدين. هناك، لا تكون زعلت علي ولا شيء. عندي ضيوف أقول لك روح الحين، بتصل بك عليهم. وقح، إذا سواها مرة ثانية بطرده. ولا تزعل. هاك اعزف. تبى الصدق؟ انا روحي ما بعرف ايش السالفه. على العموم أنا آسفة أني قاعدة أعرضك لهالأمور السخيفة، أعتذر بشدة. شكراً، يعطيك العافية. مشكور. كل هالفلوس على قلبك؟ أخ يا الحظ، وأنا فرحان علشان راتبي عالي. أي راتب هذا؟ ما يوصل نقطة في بحر هالعز اللي انت فيه. أنا لازم حاولنا المرة الأخيرة، وشو ما كانت ردة فعله ما راح أزعل منه. شو في شيء يخسره أكثر من اللي خسرته معه؟ حرام، اليوم وحدة ربيعتي قضتها كلها صياح. أو أنا ليش؟ لأن حبيبها راح تزوج ربيعتها وما تزوجها هي. من حقها تتضايق يوم أن حبيبها صار لربيعتها. إيه بس الموضوع ما يستاهل، يمكن الريال غير رايه، والصراحة مو مجبور يتم مع وحدة ما يبيها. شهد تناقض أنت بعد، حبيبها وما يبيها، كيف؟ فهميني. يمكن كان يحبها ويوم شاف ربيعتها حبها أكثر وشافها أنه مناسب لها أكثر. ما يصير،
إذا كان ربع من صدق ما لازم أصلا ربيعتها الثانية تقبل فيه، أصلا هذا عيب. مسكين يا سلطان، أكيد ما لنا نصيب ويا بعض. Shireen's here? She's not here. Okay. I will call her. But please don't tell her about me, okay? Okay. Thank you, sir. وين راحت هي؟ الظاهر مع رفقاتها. يلا. نستنى شوي. ايش فيك مزعل امك؟ يا ابوي هذه الغاليه ما عاش لي زعلها. ولدك بيفضحنا ومنزل رقابنا الارض قدام انوار واهلها، وانت تقولي ليش زعلانه؟ يا جماعه الخير خلونا نعرف شو السالفه. انا بقول لكم السالفه شو. سكتي انتي، انا عندي لسان واقدر اتكلم. يلا قولي عاد فكره من هالصدعه. ابوي انا احب احلام وابغى اتزوجها. احلام؟ منو هاي احلام؟ ايش فيك ابوي؟ احلام اخت انوار، انت شفتها كم مره؟ أحلام أخت أنوار؟ شفت سوالف ولدك وين بتودينا؟ يا نورة أهدي شوية، خلنا نعرف الموضوع نتفاهم. أي أهدى وأي نتفاهم الله يخليك، ولدك بيفضحنا وانت تقول لي أهدي؟ أمي أنا مو بولد. أنت يوم تتصرف تصرفات يهال بتضل ولد. يا نورة أنت ليش مكبر الموضوع؟ كيف يعني؟ شكال كيف يعني؟ الولد يبي يتزوج البنت على سنة الله ورسوله، وين الغلط؟ كيف وين الغلط؟ أخذت وأهلها شو بيقولون؟ شو اخذتها وهلها شو بيقولون؟ ابوي اذا بيقدرون الموقف زين، واذا ما بيقدرونه شيء راجع لهم. ترى الولد تزوج البنت وطلقها على سنه الله ورسوله وقلبه مال على اخته، شو فيها يعني؟ افا والله يا ابو سلطان، قول غير عن هالكلام هذا، يبتك عون استويت لي فرعون. هذا كلامي وانا مقتنع فيه. يا سلطان كبري عقلك، ترى سلطان ما غلط بشيء. يا ابو سلطان الموضوع وايد بيكون كبير عليهم. وانت تظنين ان هذا بيجيب نتيجة؟ الولد يحب البنت ونحن لازم نوقف وياه عشان نزوجها البنت. ما دام ابوي واقف وياي انا ما يهمني شيء، الحين بيقنع امي وبيقنع اهل احلام بعد. الله يهديك يا سلطان، الحين حتى لو استوى هذا الشيء الله يعينك انت واحلام على اللي بتلاقونه من انوار. يا ابوي ان شاء الله ما بنلاقي شيء، بس انت لا تعقدينها. اصلا بروح هالشغله معقده وباينه من اولها، والله يعين انوار على الصدمه اللي بتلاقيها ان كان منك وان كان من اختها. شو قلتي شيرين؟ مراد خلاص قلت لك انا ما بستقبلش حد في بيتي. قلت لك بشرب عندك كاس وبروح، ليش انت تجي؟ شيرين لحظه، شيرين اكلمك لحظه. ايه انت شو بدك فيها؟ شو بدك فيها؟ مين انو حضرتك؟ انت مين حضرتك؟ شو بدك حضرتي؟ بس شيرين بس نوار ايه؟ انو حضرتك؟ احكي انت معي، شو بدك فيها؟ احكي له مين حضرتك؟ قولي له نوار كان جوزي.
لو سمحت. يلا. هذا ريمت؟ بس لو سمحت بس. واحد تغلط تمام. يلا ريمت. امشي يلا. امشي. قليل العدم. وانت لو ورا خلاص. شو واحد تغلط؟ شو؟ شو راجع مع واحد اخر الليل؟ شو عم تعملي؟ انت ملك. احكي شو عم تعملي معه؟ احكي. احكي جاوبيني. احكي بالضبط انت ملك. الله يلحق علينا عم يسأل عنك. سامحينا. سامحينا يا مدام. انت مش وراك بعدني ولا ايه هو؟ الو الو مساء الخير نوف شلونك خالد ايه انا خالد انا اسف خذت رقمك من تلفون ريم من غير ما تدري وليش من دون ما تدري ما حبيت تسالني ليش وش حقه لان انا ما قدرت انسى سالفتك بالمطعم اللي قلتي لي اياه مشكور خالد ما تقصر ما شاء الله عليك ما تنسى شيء ما ادري ايش اقول لك ها شنو بتكملين على الموضوع اللي قلتي لي اليوم؟ خالد أنا ما أبغي أحطك بموقف محرج مهرين بس أنا ما أعرف كيف تقدر تساعدني نخلص من موضوع أحمد أخوها لا تحاتين ما راح يصير اللي يريحك إن شاء الله تسلم مشكور أقدر أسألك سؤال؟ تفضل أنت في أحد بحياتك؟ ليش تضحكين؟ ها أنا ما قلت شيء يضحك يالسة قارن بينك وبين أخوي سعيد أنت مثل أخوي بس إذا أخوي سألني بيذبحني من الضرب إيه بس هذا أخوك أكيد يخاف عليك كل واحد بطريقته ما ردتي علي في أحد بحياتك؟ يهمك تعرف؟ أكيد أنا ولد عمك وأخاف عليك بس ها إذا حبيت تجاوبين علي أنا مثل باقي البشر مالي قلبي يحب وينحب الضيم اللي ذكت بحياتي خلاني من دون مشاعر من دون أحاسيس أنا يدوب أحس أني عايشة أقدر أكل وأشرب وأنام والسلام هبة؟ نعم هبة ما شفت خالد؟ خالد والله ما أدري عنه يمكن طلع راح مستحيل يطلع ما يقول لي أيوة هبة روحي دوري عليه تحت إذا حصلتيه تعالوا خلونا نتعشى ويا بعض إن شاء الله بس ما توقعت تسمع منك هالكلام ريم قالت لي صرت إنسانة ثانية وقطيتي كل الجروح ورا ظهرك الجروح ممكن أن الواحد ينساها لكنها تأخذ وقت لما تبرى أنا ما أذكر باللي سوته معي ريم خلاني أقوى من أول على الأقل فكني من شر سارة وسعيد نوف لا تستحي من أي مساعدة بساعدك إياها مع علم ريم ولا من غير علمها ورغم عندك أي وقت حبيتي اتصلي فهمتي؟ خالد خلاص خلاص باكر الساعة 9 يعني الساعة 9 فهمت؟ يلا مع السلامة باي لين قاعد تحاكي؟ ايش فيك؟ ما سمعتي قاعد تحاكي خلاص باكر عندي تصوير لويا زين ايش حقك تحاكي هني؟ يعجبني المكان وايد حلو ارتاح فيه انزين يلا تعالوا ابوي ناطرنا بالصاله يعاني بياكل صج ايه كلش ولا عمي يلا حبيبتي قدامي قدامي يا ربي انا شو اللي عم بيصير معي ليش هيك؟ شو هالتوريطة اللي تورطتها؟ أنا جاي هون أشتغل
وصرف على أهلي، ولا جاي تورط بواحدة ما لسألي بحدا، واحدة ممكن تبيني أخلاقي وتربيتي. لا لا لا، ما بدي. يا رب طلعني من حالتها يا رب. شو هالورطة هاي؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. خالد مو مثل باقي البشر، مالي قلب يحب وينحب. الضيم اللي ذقته بحياتي خلاني من دون مشاعر وحاسيس. زين، أنا بعد ودي أساعدك تنسين كل اللي فات، بس لا تنحرجي من أي مساعدة. لو سمحت. انت لو سمحتي يا دكتوره، انا مو جاي هنا عشان اتضارب وياك ولا شيء. انا يا اقول لك انت منو بالنسبه لي. انت يا دكتوره، في يوم من الايام انا رضيت وطاوعت قلبي وحبيتك، لكن للاسف ما كنت اعرف وراه الوجه. انسانه حقوده، انسانه تتلذذ بتعذيب الناس، انسانه بدل يكون ايدها خير للناس تمد ايدها كلها سم وشر. بس انا ما مديت لك ايدي الا بالخير. حاولت تكوني ايد خير، للاسف الطبع يغلب التطبع. لو سمحت، انت الظاهر ما منك فايده. اطلع برا ولا اقول لك انت ما راح تتوب اصلا. شفتي شفتي ملاك، قلت لك يوم ما تعرف تسوي شيء تقوم تحددني بالسكيورتي والشرطه. قلت لك ولا لا؟ تتكلم منو؟ تتكلم منو؟ تتكلم منو؟ بس الصوت وعليك يا حبيبتي بعد صدق سكين يعني؟ لا بس يعني من قلبك. هويلي على قلبي. اللي يكون حد من ربعي او حد من هلج. انزين، بس لو شو ما استوى لا تخليهم يدخلون، او حتى لا تعترف ان انا عندك. تدري بالحادث؟ جاوبني على قد سؤالي.
ما بتحط الحزام؟ وانت بعد حط الحزام. ما عليك مني انا. انا ما بتحرك ليه ما تحط الحزام. بتعب خالد. وليش تقولها وانت مستحي وحاط راسك بالارض؟ ولا شيء. لا تستهبل، لا تسوي عمرك ما بعرف شو طبخه. هم يبون يعرفونكم على بعض. يلا وراي السياره. ملك انا احبك وايد، سامحيني على تصرفاتي، تعرف اني امر بظروف صعبه. خلاص انا سامحتك. ارجوك انا اعترف اني غلطان، اوعدك ما راح اكرره. ملك اسوي فيني كذي، انا ما اقدر اعيش من غيرك. شو رايك تروح الاستوديو نتفاهم؟ انت ما قلتي لي ما تبين الناس يشوفونا مع بعض؟ وليش ما ترد السلام؟ كيف تجيب بدون اتصل؟ أنا أول مرة. ترى كل يوم أيك بدون ما اتصل. شو الجديد يعني؟ أنا ذبح. أنا عندي ضيوف. بتصل بعدين. هناك. إن شاء الله ما زعلناك بس. روح الحين عندي ضيوف. وقح. إذا عاد مرة ثانية بتردد. بعدين أخاف تروح عندها بروحك وترد تحبها مرة ثانية. في هاي صدق عندك حق. خلاص من اليوم الساير ما بروح الا انت وياي. لو سمحت. انت لو سمحتي يا دكتورة، انا مو جاي هنا عشان اتضارب وياك ولا شيء. انا يا اقولك انت منو بالنسبه لي؟ انت يا دكتورة في يوم من الايام انا رضيت وطاوعت قلبي وحبيتك، لكن للاسف ما كنت اعرف وراه الوجه. انسانة حقودة، انسانة تتلذذ بتعذيب الناس، انسانة بدل يكون ايدها خير للناس تمد ايدها كلها سم وشر. بس انا ما مديت لك ايدي الا بالخير. حاولت تكوني ايد خير، للاسف الطبع يغلب التطبع. لو سمحت، انت الظاهر ما منك فايده. اطلع برا ولا اقول لك انت ما راح تتوب اصلا. شفتي شفتي ملاك، قلت لك يوم ما تعرف تسوي شيء تقوم تهددني بالسكيورتي والشرطه. قلت لك ولا لا؟ تتكلم منو؟ اكلم منو؟ اكلم انسان اللي بالك مليون سنه حتى توصلني 1% من جمالها. أكلم الإنسانة اللي تحبني وأحبها. أكلم الإنسانة الصادقة اللي تحبني بدون مصلحة. أكلم الإنسانة الطاهرة العفيفة. أنا يا دكتورة يا أقول الشيء، أنا ما خسر شيء يوم صديتيني، بالعكس أنا كسبت أجمل إنسانة وأحلى إنسانة في الدنيا. آسفين أخذنا من وقتك يا حقيرة. تفضلي تفضلي يا ملاك. تفضلي. مصيبة مصيبة. شو رايك؟ عجبتك؟ طبعا احسن، خليت موت في حرتها. تفضل لك انت، رديتي لي شيء من كرامتي. لكن بس وين؟ بعدنا ابغى ادلها اللي ما تحب ريولي. الو الو، هلا ريم. احسب حسابك اليوم انا معك بتغدى مع بعض. امس سويت لك اكله مو صدق. لا يا ريم ما اقدر، كلش ما اقدر. امس تاخرت على الاصطاف الفني هني.
خالد ايش فيك؟ انتوا تشتغلون من اليوم 12 ساعة وبريككم ساعة، يعني ما في شيء نسويته ساعتين؟ ما شاء الله قمت تعرفين سوالف بريك بعد. اي طبعا من عشر قوم. لا ما اقدر يا ريم. كيفك؟ بيطوفك اما تبوس اللحم. علمنا بالعافية انا ونوف. خلي لك شوية حالك. نوف جاي على الغداء؟ يتميز من يصاب بالفصام بنظرة غير واقعية للحياة وبعدم القدرة على التواصل، كما يمكن للظروف الحياتية غير المؤاتية مثل وفاة شخص عزيز أن تسبب الفصام بسهولة. والفصام له عدة أشكال ونماذج وأخطرها تخيل أشخاص غير موجودون أصلا بالحياة أو تخيل أشخاص موجودون ولكن يأتي تخيلهم هنا على حسب طريقة استحضار المصاب لهم. موضوع اللي بيناتكم عم بياخد منحة تاني. نور شو اللي صار مبارح؟ أنا قبل ما أقول أي كلمة رح اختصر عليك وعليها كل شيء. أنا بعرف اللي عملته مبارح كان غلط وغلط كتير كبير، بس الغلط الأكبر لما طلقتك يا مدام. أنا كنت لسه حاطت براسي أوهام كتيرة، من هاي الأوهام إنه أنا لسه عندي أمل فيكي، بس بالظاهر غلطت. كان لازم بلحظة الطلاق كب كل شيء من قلبي. نوار انت لازم أرجوكي خليني أكمل. كان عندي امل ان احنا نرجع لبعض، عن جد كنت هيك مفكر. مشان هيك اول ما اشتقت لك ركضت وراكي بالشوارع. يا لطيف شو كنت حابب اشوفك. كان ممكن باي لحظه احكي معاكي أو ضمك أو ناديكي، لغاية ما شفت معك رفيقك تبع آخر الليل مبارح اكتشفت أنه حضرتك لساتك ما تغيرتي. اكتشفت أنه كل شيء بالعالم تغير إلا حضرتك. تعرفي مين اللي ما بتغير؟ البني آدم الميت. وانتي هلأ بنظري إنسانة ميتي تماماً مثل نظرتك لإلي. أنا بعرف إنه هلأ حضرتك مالك طايقة تسمعي كلامي، وبعرف إنه انتي مالك مهتمة، وبعرف إنه هلأ انتي إدم من طين وإدم من عجين، بس أنا لازم أحكي كل اللي بقلبي. أنت لازم تنتهي من حياتي. السلام عليكم. مزن وفر علينا كل الحكي اللي ممكن ينحكى. أنا ما عندي لف ولا دوران ولا كيني ميني، أنا عندي شغل شغل. إيه افهموني، هنا فاصل مخي ما عارف إلا الشغل، واللي مهم مشتغل يا ويله مني ويلاه. سمعتوا؟ طرد على السريع. طرد على السريع، متفائل جدا أنت. أنا ما عندي كيني ميني، الطرد عندي تحصيل حاصل. أطرد مهم مشكلة، لكن قبل ما أطرده أضربه ضرب إذن يعض الأرض، فاهمين؟ يلا يلا كل واحد على شغلة، يلا يلا كل واحد شغلة، يلا يلا. تعال 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 أنت يا أستاذ منذر. أستاذ سعيد قل لي وش عندك من شهادات؟ والله عندي هندسة كمبيوتر أستاذ سعيد. شو اللي جابك كل هالشغلة؟ فرصة وصحت لي وفي من وراها رزقة كويسة. أقول لا يعني
ما شاء الله عليك تعجبني تعجبني. أنا يعجبني الإنسان اللي مثلك، اللي يمشي ورا الدنيا مثل ما هي تبي، مو مثل ما هو يبي. ما شاء الله عليك. أجل أكيد صار عندك خبرة الحين في المينا، قل لي خبرني. طبعا يا أستاذ سعيد عندي خبرة كافية عن كل شيء الحمد لله. الحمد لله اختصرت علي مشوار طويل عريض. أنا كنت ناوي أسألك وأستفسر منك لأني ما عندي فكرة، لكن خلاص مدامك تعرف كل شيء ياريتك تعلمني، لأني مين معقولة أنا الكل في الكل في هالمكان ولا أعرف شيء. يلا 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 مشينا للمكتب، مشينا نكمل. يعني خالد ما بيه؟ هو الخسران، إيش حالات يمعتنا مع بعض؟ نوف شو مسوية المدرسة يبا؟ الحمد لله عمي بخير. أقول يبا أدق على أحمد من الصبح ما يرد علي. أحمد وين تحصلين أحمد؟ أحمد إحنا في الليل ما نشوفه، تبين تشوفينه في النهار وتسمعينه في التليفون؟ خلاص أحمد مشغول يا جو الجديد. يبا في شيء جديد أنا ما أعرفه؟ في في شيء، في شيء جديد وفي شيء تايد. ما بنتي هذا الأسبوع اللي هو باخذني وياه عشان أخطبها له. من هي؟ ما أدري. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا قلت دام أنا طابخة كتبتي. أوه طبختش وأنا ماي. عمي شلونك؟ هلا هلا تفضل تفضل. تعال من جديدك ترى بعدنا ما بدينا. يلا سب سب. الله الله. إيه. حط لك عيش. نوف شلونك؟ الحمد لله بخير. عيل عرفنا نقطة ضعفك، تحب أكل البيت؟ أوه مو أحب أكل البيت، أنا أموت على أكل البيت، أموت على يمعة البيت بعد. مليت مليت من أكل برا، مليت تعبت. تفضل يا ولدي تفضل. إيه ما شاء الله عليك يا أستاذ منذر، أنا شايف إنك رجل نشمي، وبصراحة أنا قررت أفتح جسر ما بيني وبينك في العلاقة، ولكن بشرط أبي الكلام اللي أقوله لك ما يطلع حق أحد أبد. وأنا بشكرك على الثقة اللي منحتني إياها يا أستاذ سعيد، وأنت لسه ما بتعرفني. لا تستعجل الله يهدينا وياك، لها الحين ما أعطيتك الثقة الله يهديك. أنا لازم أجربك من أول. ما شاء الله عليك يا بنت عمي، جمالك ما ينوصف.